أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.